السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على بالفوضيل، وين يسجل هدف ويؤكد جاهزيته للعودة إلى المنتخب الوطني وأمام الكاميرون إلى لعبة معرض إلى لعبة خاطر كاين إسلام سليماني إلى لعبة، ولا يدينا ديك العبسة تاع يدخل إسلام سليماني 175 دقيقة يدخل بالفوضيل إلى لعبة معرض. لم ينتظر اللاعب الجزائري إسحاق بالفوضيل كثيرا ليؤكد أحقيته باستدعاء الناخب الوطني لمواجهة الكاميرون، يعني ويسجل هدف جميل جدا وأحسن لعاب في المباراة. وين باش يكون على بالكم كاين هذوك هذوك اللي غسلوا الكلاب وكلش، يعني عقلوا لي بالفوضيل بالطالب بجماعة هذوك كاين لو باغيين يقلعوا مع يقلعوا بونجاح، خاطش على راه بونجاح قلع لك بالماضي سيدك اللي تعبدوه اللي تحوا به قلعه قلعه سيدك قلعه ايا هاراوير هارا انتقدوا بالماضي قلع لكم بونجاح. هاي انا مانيش نقول لا من لا من خاطر ماني كوموندي بنجاح روح والو انا نورمال. وين قال لك مفاجاه على بنجاح دياز تاع مانشستر سيتي في البرتغال ما كاش، نقول لكم علاه ما كاش، ما لعبش كات ماتش برك ما جابش بالماضي، جاب لكم المبليسيين واللي قالبين قاريطات في الانديه تاعهم، كل واحد قالب قاريطه حسبوش عمل لاعب روبلاسو وحسبوش عمل واحد مبليسي، جابهم بالماضي جابهم لكم في القائمه، روحوا جبدوهم شكون، روحوا جبدوهم شوفوا شكون، روحوا شوفوا نتوما تعرفوا نتوما ديكرو نتوما عندكم نظارات مخروقه ماشي مثقوبه ماشي نظارات ثاقبه، عندكم نظارات مثقوبه صح. مايكري كيماك انا في طعز هذا الدرافو هذا باش يرفرف في قطر حوسوا نفوتوا، هذه هي ونربحوا. هو انا راني ننتقد بصح نربحوا خاطر علاه محرز الحاجه اللي كانت مديرون زيته قلعها بالتالي كاع محرز كاين محرز كاين فيغولي كاين مالدي كاين بن ناصر، كانت واحد الحاجه مديرون زيته واحد الدرسه ما تروح يا ذا محرز قال لا بالماضي لا سيدي عباس ما قالكم غالطين، قال لك بالماضي قادر يطرد محرز واي يطرد على بنا على بنا قال والله عبال بلي بالماضي الشعر يتحكم فيه، ها على بالنا الشعر يتحكم هو الكوافير يدور عند اللعابه الداخل، قال لك رانا نحضروا تو وراوهم الكوافير يحسن لهم يحسنوا عند الكوافير خاطر هذا جاي من بالماضي ولا التقلاش ذاك التقلاش وهذاك التكبر تاعو نقله للعابه نقله للعابة ذاك التقلاش وذاك هذاك تاع شوية هوا نقله حتى للعابة تولي تقول لك لا تشاكر احنا ما يلمناش نجيبوك وامبلي ندوك تلعبو في وامبلي ندوكم تلعبو في وامبلي خير لا جابو لا استاد لا بنتونا كحلة لوتيل اللي دخلونا فيه بنتونا كحلة بدون نورمالمون تجو فوق الجبال من الكاميرون نورمالمون كون تلقو كون غيرت كون بيلوت كون قلع كوب كورون للطيارة ضرب كوب كورون قالكم الله غالب ها الجمال ثم خرجتو بنقطة ها الجمال اي اللي باغي يروح يطلع الجزائر اي ها الجمال وها الطريق اي كون راكم جيتو ولا كون قعدتو فماك كوب كورون مكاش كون الطيارة انا جيت بيلوت ترك كوب كورو اي قال مكاش هادي قال هيا قال مكاش واش جمال بالماضي واش ماجر اودي جمال بالماضي اودي بصح ماجر والله ما غلط نهار اللي قال لهم هذا التلميذ تاعي والله ما غلط ماجر ما جابش كوب دافريك بالماضي جاب كوب دافريك ماجر عنده الشعر بالماضي ما عندوش الشعر هاي كيف كي تبقى شويه كيف ولكن يقول لك بالماضي ولا لا يحكم الشعر قلعوا وانا بنا الشعر انا بنا
تعاودوا نولوا وين لعب ابو الفوضي اليوم السبت مباراه الجوله 27 من الدور الالماني ضد ناديه السابق الذي انتهى بفوز رفقاء المهاجم الجزائري بثلاث اهداف دون رد، وتالق الصاحب 30 سنه في هذه المواجهه حيث سجل هدف ثاني لفريقه هيرتا برلين في الدقيقه 63 من عمر اللقاء. ولم يحتفل بالفوضي بهدفه احترام لفريقه الضيف الذي لعب في صفوفه ثلاث سنوات يعني 2018-2021، وبهدف اليوم رفع ابن ولاية مستغالم رصيده مع ناديه إلى 4 أهداف منذ بداية الموسم، ويحتل اللاعب السابق للانتر ميلو الإيطالي مرتبة سادسة مع فريقه في ترتيب البطولة الألمانية، حيث يبحث عن مرتبة تسمح له بالمشاركة في منافسة أوروبية. واستنجد المسؤول الأول عن العارضة الفنية يعني بإسحاق بالفوضيل في محاولة إنهاء العقم الهجومي الذي أصاب محاربين في كأس أمم إفريقيا الأخيرة. يا والله لا كثر خير محرز اللي حطه إيه قلع لي هذا ندير هذا متالي يا بلادك بوداوي فاني جيبها كاس العذرة جيبها عاد باغي صح مش باغي تربح وين نقولوا باللي مستنجد صح جاب هذيك ليسجل خريج مدرسة ليو الفرنسي عودته إلى أجواء المنتخب بعد غياب دام 4 سنوات كاملة بالتحديد منذ تصفية كأس العالم 2018. لا جابه لعب خطرة معه جابه لعب، وسيكون بالفوضي في مهمة هز الشباك حارس المنتخب الأسود الغير مروضة في حال قرر بالماضي إشراكه في مواجهتين. وشهدت قائمة بالماضي إقصاء العديد من اللاعبين في صورة بغداد بنجاح، سعيد بن رحمة، محمد أمين وآدم زرقان وإلياس ستي ومحمد أمين توغاي. يعني ما هذو اللعبة شوف والله ما فهمنا كاع جابهم نهار. أنا قلت لكم بالماضي يدير قائمة عشوائية، بالماضي يحط راسه كاين 11 جوال ورخري اللي يجيبهم يقلع يروح ليرو بلاصة يروح ليري بلاصة. هذاك انت اللي في الباجا قلت لهم باللي جاب بالماضي عنده شخصية كبيرة، بعد بنجاح بعدوله بنجاح بعدوله بنجاح دير حسابك وين راهي الشخصية عطال من مين تا ما لعبش عطال. أي قول لي من مين تا ما لعبش وجبت بن عيادة، بن عيادة كيواجه فماك باكك حاسب بن عيادة بيلعب كونتر لبنان ولا كونتر هذاك تاع الآخر كونتر السودان، راكم غالطين. أنا مانيش ضد بن عيادة بصح الحق كلمة الحق تقال. وزيد لعابة اللي راهم بليسين قديورة وفي غولي، انت جبت بديل تاع في غولي ما جبتش بديل تاع في غولي، وغد على بالك زيد الناسق الريتم العالي اللي ولاو يلعبوا اللي كانت مباراة تاع ريتم عالي الي روتور راسي محمد 4 أيام الي روتور يا يطرطق لك اللعاب راخر على بالك. اول حنا المنتخب الوحيد في هذو 10 تاع منتخبات جبنا من التروازيام ديفيزيون، شكون قديورة هو قلت لكم غادي يجيبه ولا انسيستيري بغا يا ودي بغاه يلعب لا بغا تكون لعب هنا في تادلس قد يوراك غادي يجيبه غادي يلعب على بالك عقليه شتي عقليه تاع بكري او غادي ندير جماعه تاع 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 2019 مازال مازال يهترف بال 2019. يا انت لعبت بالجماعه تاعك تاع 2019 لعبت بها في الكوب دافريك خرجوك بزقه خرجوك بزقه. يا المشكل ما راهش اللعب، المشكل راه فيك انت جماعة بالماضي، انت ما راكش مأمن في روحك، انت ماشي داير كونفيونس في روحك في الخيارات. انت هو اللي انت انا ماني خايف لا من اللعبه تاعو، انا ماني خايف من الكاميرون، راني خايف منك انت. هذا مكان راني خايف منك انت. خيارات اللي دايرهم اللي غادي ديرهم ما راش تمر. الا تلعب بميم سيستيم وتلعب باللعابه تاع 2019 انا خاطر على قائمه كي قاعد نسرح فيها نعصر فيها صوت غير هي برك قلع 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 بونجاح برك قلع غير بونجاح. هذا مكان قائمه قلع منها بونجاح 11 لاعب انا تبان لي بلي قلع غير بونجاح ودير سليماني ولا بالفوضي مليها ما كاش حاجه جديده. يا صاحبي
على ذيك حنا المهم وين عندنا مباريات جيب لنا بطاقة تأهل خويا، راك كليت الدراهم، راك ديت الدراهم 6 ملايير كل شهر 6 ملايير يا خويا، حرر دراهمك وموراها تبغي تروح روح، تبغي تروح روح ما كاش مشكل، لا تحسب بلي غادي نبكو ولا اللي عايز يروح خليه يروح.